حلقة جديدة من فولو أب معي أنا يارا، وبداية خبرنا من مطعم سوري بألمانيا بيمنع دخول الشبيحة لعنده. المطعم تعرض لحريق، وهذا الحريق أثار موجة من التعاطف والجدل بين المتابعين. من سوريا لأفغانستان اللي حاكمتها حالياً طالبان، ما قدرت طالبان تحافظ على الصورة اللي حاولت ترسمها لنفسها وأصدرت قرار بمنع المرأة حتى من دخول الحرم الجامعي. ومن الأردن مخالفة سير بسبب حمل سيارة لخزان مي عملت جدل بين الأردنيين وربط الناس للمخالفة بظروف الأردنيين الاقتصادية الصعبة. خلينا نشوف شو تفاصيل هاي الأخبار وتفاعلكم بحلقة اليوم. مطعم سوري بألمانيا، شفنا من فترة كيف كان كاتب بالمحل أنه دخول الشبيحة ممنوع منعا باتا، وصار هذا الشيء ترند، وكتب بوست على فيسبوك أنه الشبيح يتزهرم بغير مطعم. وحتى سابقاً عمل دعوة عامة للشاورما مجاناً بس يموت بشار أسد. هذا الشيء لقى قبول كبير من الناس اللي تهجرت ورجعت عادت حياتها من الصفر برا سوريا ولجأت لدول اللجوء بسبب ظلم وإجرام الأسد بسوريا. مبارح صفحة المطعم كتبت على فيسبوك أنه المطعم مغلق حتى أشعار آخر. هلأ ممكن الواحد يفكر أنه عنده تصليحات، عم بيغير الديكور، أي شيء، ولكن الصور اللي أرفقها مع أشعار الإغلاق بدون ما يتهم حدا بتوصل لنا الرسالة، مثل ما عم نشوف سوا أنه المطعم محروق بشكل كامل، كل شيء فيه، حتى الأجهزة الكهربائية، أدوات المطبخ، في صورة لابتوب حتى مفحم. بالمختصر المطعم ما بقي فيه شيء صاغ. من التفاعل اللي صار على هذا الخبر، رغم أنه المطعم ما وجه أي اتهام، تعليق من ملاذ كتب: الله يعوض عليك، ونحن جاهزين نعمل صندوق بيشارك فيه كل الأحرار يلي بيقدروا عليه، ونساعدك بتصميم وإعادة افتتاح جديدة، وإن شاء الله العودة أقوى، ويلعن روحك يا حافظ. أما أحمد فعم يقول الله يعوض عليك ويجبر خاطرك وربي يرزقك أضعاف مضاعفة والله ينتقم من الشبيحة. تعليق من أبو عمر بيقول الشبيحة حرقوا سوريا كلها، عليهم من الله ما يستحقون. تعليق من عمار بيقول يا زلمة حط لهم عظام على باب المحل مشان يضلوا يعووا على الرايح والجاي. مبارح بخبرنا كنا عم نشوف نصيحة الشاب للشبيحة أنه تعوا جربوا يصير عندكم كرامة، بس الخبر اليوم بخلينا نسأل حالنا أنه قدي ممكن يسبب الشبيح الأذى والضرر للسوريين بدول اللجوء. عرقوب هو رجل من قبائل بلاد الشام كان بيوعد الناس وبيخلف الوعد وما بيوفي بوعده. الأشجعي قال بعرقوب بيت شعر بيقول: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. عرقوب حاله حال الأنظمة الفاسدة اللي بتوعد بالأمل وبالعمل وبالبطاقة الذكية وإلى آخره، بس ما رح نحكي عن نظام أسد، لا، رح نحكي عن شيء بيشبهه من ناحية الوعود بالتغييرات والتطوير والسير نحو الأمام. هذا البيت الشعر تذكرناه لما شفنا خبر من أفغانستان اللي بالبداية طلعوا بلقاء مع مقدمة امرأة وحكوا إنه بالعكس الامرأة رح يكون في لها دور، ونحن تعلمنا وتطورنا ويعني تعلمنا من الامرأة لحتى يطلع قرار من المستشار الجديد للحركة بالجامعة محمد أشرف، والقرار مذكور بصورة من رويترز بيكون مكتوب عليها منع النساء الأفغانيات من التدريس أو الالتحاق بجامعة كابول أو حتى دخول الحرم الجامعي إلى أجل غير مسمى. ويقال أنه أشرف برر القرار أنه هو بهدف خلق بيئة إسلامية، وقال في حال لم تتوفر بيئة إسلامية حقيقية للجميع فلن يسمح للنساء بالقدوم إلى الجامعات أو العمل. من التعليقات اللي إجت على هذا الخبر تعليق من كمال بيقول: أكثر شغلة مزعجة بهدول الجماعات وأمثالهم أنه معتبرين تطبيق الشريعة هو بس للنسوان وعزلهم، يعني كل الأمور اللي طالب فيها شرع من عدل وتكريم للإنسان والمساواة أمام الشرع ونزاهة القضاء وعدم التعدي على الحقوق الفردية وصونة ما لها مهمة، بس ظلت على تغطية النسوان. طبعاً حتى ما حدا يزاود، مالي ضد الالتزام بالتعاليم الشرعية للحجاب، بس مثل ما قلت التعاليم وأحكام الشريعة مو أحكام الأعراف والتقاليد والمزاودات. تعليق من عبيدة بيقول: المرعب أنه في ناس هون حاطة أحببته، يا إلهي على هذا التخلف والرجعية. تعليق آخر بيقول: هو بصراحة نحن لما شفنا التقدم بجماعة الرينبو والنسويات والتعدد الثقافي طبيعي نرجع. بكل بساطة شايفين لقدام شو رح يصير. المضحك أنك مفكر كلمة رجعي مسبة. تعليق آخر من أحمد بيقول: يا سيدي فعلا بقر، قلنا بلكي بيكونوا بيفهموا، بس طلع العكس، عم يخترعوا دين جديد وبيزودوا فيه على النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. يبدو أن التنظيمات ما بتقدر تخلع عباتها لأنه شريعتها من هاي العباية قدام الأنظمة الدولية. ولا شو رأيكم مشاهدينا؟
صفحة إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام بالأردن نشرت صورة لسيارة في عليها خزان مي. هاي الصورة صارت تريند على السوشيال ميديا وعملت تفاعل بين الناس. الصفحة نشرت بوست وكتبت: استعمال المركبة لغير الغايات المرخصة من أجلها يستوجب تنفيذ الإجراء القانوني. تهافتت التعليقات النوعة والمشكلة على هاي الصورة. تعليق من شادي بيقول: يعني بصراحة تحميل الخزان غير مخالف إذا أثبت أنه مثبت بإحكام، وارتفاع السيارة مع الحمولة لا يتجاوز 4 أمتار، وعرض السيارة مع الحمولة لا يتجاوز 2.55 متر، وبروز الحمولة من الخلف متر ونص. نقل الحمولة لغرض شخصي بدون تقاضي أجرة، وعدم تجاوز السيارة مع الحمولة الوزن القائم للمركبة، هذا حسب القانون الأوروبي. أما المخالفة الأكيدة حسب الصورة هي تعتيم الأضواء الأمامية للمركبة. تعليق من لؤي بيقول: لما تكون خاطب جديد ونسايبك مقطوع عندهم المي. تعليق آخر من محمد بيقول: يمكن جايب أرخص خزان بالبلد والعشر دنانير نقل رح يوفرهم لحتى يطعمي أولاده. أما صدام فعم يقول: يعطيكم العافية، شو ما كان الظرف، الواحد معه ولا ما معه ما بيصير ينحط حجة لارتكاب الأخطاء. أما فاطمة فعم تقول: انقلوا أنتوا، طيب كلهم تنك بلاستيك، الناس اللي قاعدة عم تتخوت عاجزة عن النقل، يمكن هالعشر ليرات هاي بالطعمي فيها أولاده أسبوع. بالأردن كل شي بيصير من وراء الفقر وقلة الحيلة. هاي كانت أخبارنا لليوم، وهي بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا. موعدنا بجدد معكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وأخبار جديدة. لا تنسوا تابعونا على أوريانت وأوريانت بلس، وتابعوا فولو أب بحلقة جديدة.